كان الجزء سهل يعني لو تستغرب انكم اخدتوا فيه 10 دقائق زي ما اتفقنا. طالما اكتب وبند الراس بتجيبه ازاي؟ في طريقتين. في طريقه قلت لك عليها اللي اسمها منطق الفيدباك، تمام؟ اللي هي دايره واحده بس، تمام؟ وكنت قلت لك ايه هنت عنها كده. في طريقه ثانيه انك تعمل كاسكيدنج ما بين ايه؟ لو باص وهاي باص، تمام كده؟ طيب هتعمل كاسكيدنج مين الاول؟ لو باص ولا هاي باص؟ مش فارقه الاول مين؟ دي او دي، تمام؟ فهم ايه؟ ورا بعض بالمنظر ده. لو باص فلتر وبعد كده نسلم لمين؟ لهاي باص فلتر، وده كده يبقى الجاوبت النهائي وده مين؟ البيانو. ولو عندك متغير بسيط هنا هتسميه مثلا جاوبت واحد، تمام؟ لما تيجي ترسم الماجنتيود ريسبونس او الماجنتيود كاركترستكس مدرس سي او مدرس اتش هتبقى عامله شبه كده، تمام؟ كنا اتفقنا ان دي جايه من حصر ضرب، الكاركترستكس بتاعت لو باص فلتر دي وايه؟ وهاي باص فلتر. يبقى الكات اوف فريكونسي الصغيره بتاعت مين؟ الهاي باس، ودي بتاعت مين؟ اللو باس. هات الورقه بتاعتك وما تعملش كده تاني. قلت لك الشرط ده مهم ان الكات اوف فريكونسي بتاعك ايه؟ اللو باس اكبر طبعا دي بالاوميجا، وانا مدي لك الكات اوف فريكونسي بالايه؟ بالهرتز، فهتضرب في 2 باي، تمام؟ طيب الديزاين بتاع الدايره نفسه عامل ازاي؟ زي ما انت عارف في الكتف في اسف في اللو باص فلتر بيبقى بالشكل ده. في ان هو ما تحطش ديفايدر ار 1 وايه؟ وار 2، وادي الجي اوتبوت هنسميه جي اوتبوت 1 لان ده مش الايه؟ مش النهائي، ده كده اللو باص فلتر معايا؟ وادي الجي اوتبوت. بعد كده هتقوم مدخله على مين؟ على هاي باص فلتر، هو نفس الشكل بس بعد استثناء مين؟ الار والسي بس اهي. ادي السي وادي الار هتبادلهم، ممكن تحط نفس القيم ار والسي ولا تبادلهم ولا تغيرهم؟ لا مش عادي لازم تغيرهم اهو. ليه؟ لان دي لها خط اوف فريكونسي ودي لها خط اوف فريكونسي ثانيه. يبقى دي ار 1 سي 1 ار سي 2 ايه؟ ار 2. بعد كده دوت الجزء بتاع الفولتج ديفايدر اللي انت عارفه، وده ممكن تكون حاطط فيه نفس مين؟ الرموز ار 1 وار 2 زي الفيرست ستيج. وهتعرف الوقت ايه؟ خلاص بقت سهله كده. الاوميجا سي 1 هتجيبها عباره عن ايه؟ الاوميجا سي بتاعت اللي هو السلطه هي الايه؟ الاكبر اللي هي عباره عن مين؟ 2 باي في 100 كيلو. دي هتساويها ب 1 على ار 1 سي 1. تمام كده؟ طيب بالنسبة للهاي باس فلتر هتقوم قايل اوميجا سي بتاعت الهاي باس فلتر 2 باي في ايه؟ في 10 كيلو. هتساوي 1 على ايه؟ ار 2 سي 2، صح كده؟ طيب الباس باند جين، وانت بتشتغل في الباس باند جين هنا بيبقى عندك جين عبارة عن ايه؟ 1 زائد ار 1 على ار 2 كنا استنتجناه. الترانسفير فانكشن بتاعت الهاي باس فلتر كانت طالعة بالمنظر ده. كان في ترم هنا بالمنظر ده كده صح؟ جاي من فولتج ديفايدر وده اللي بيعمل امبليفيكيشن صح؟ دي ال دي فور لو باس فلتر. لما تبقى انت شغال في الرينج بتاع الباس باند بتبقى الايه؟ تبقى الاس دي صغيره يعني شغال في الرينج ده. يعني الترم ده ممكن يهمل، يبقى كده الباس باند جه هنا كام؟ 1 زائد 1 على 2. التي بقى بتاعت الهاي باس فلتر عباره عن ايه؟ هتبقى اس على ار اس سي زائد 1 ونفس مين؟ الترم ده. وبرضه لما تكون شغال هنا في الباص باند جين بتاعت الهاي باس فلتر، هاي باس فلتر بتبقى ساعتها الاس ايه؟ صغيره اس ايه؟ اقدر اعتبر الترم ده كله واحد، يعني بتبقى في لسه في الرينج اللي في الاول ده. لا اسف معلش، تبقى الاس كبيره. تبقى انت دخلت في الايه؟ في الباص باند بتاعت الهاي باس فلتر بحيث الترم ده اقدر اهمله. وهنا كان في ار في سي بالمناسبه. يعني لو هنقسمها كده شورت اهو، ده كده تكمله مين؟ الهاي باس فلتر صح؟ لما تكون عديت الكات اوف فريكونسي بتاعته يبقى الاس كبرت، فتقدر تقول ان الاس قربت لبلا نهايه، يبقى كده كانها ار اس سي على ار اس سي وتهمل مين؟ الواحد ده. هيتبقى لك مين برضه؟ الترم ده اهو، يبقى كده الباص باند جين عباره عن ايه؟
هيبقى لك واحد زائد ار واحد على ار اثنين، الكل ايه بقى؟ تربيع. لانه جاي من لو باس وهاي باس. دي كده ديزاين ايكويشنز مع رسمه الدايره. معايا؟ انت مقتنع الاول بحيث ان انا بحمل اس في امتى واحمل واحد بالنسبه لها امتى؟ اهو في اللو باس دلتا. الكاركترستكس اهي. الجزء ده اللي بلازم وانت شغال هنا اهو الرينج ده بتاع الباص فاهم تعتبر الاس نسبيا صغيره ماشي يعني تقدر تحط الاس بي او الار اس سي اقل كتير من الايه؟ من الواحده ادفع الترم ده تقريبا بواحد تمام؟ ما حبيتش يا سيدي تهمله مفيش مشكله لو انت عايز تحسبها بدقه يعني تقوم جايب الماجنتيود وتقوم حاطط الاس في كام؟ بالجي اوميجا وتاخد الماجنتيود وهتقوم معوض ان هو عند مين؟ عند الكاتو فريكونسي بتاعت ايه؟ اللي هو السلطه. ويتبقى لك الترم ده. نفس الكلام هتعمله هنا هتسيب الاس زي ما هي بس هتحطها بالايه؟ بالكاتو فريكونسي ده هي. تمام؟ طيب دي الديزاين ايكويشنز. زي ما قلت لك قبل كده وقت المعتاد بعد كده بتكمل ازاي؟ بتعمل تشويس في سي وبتختار وبتحدد بعد كده الار. السي مثلا بتختارها واحد مايكرو فراد وتحدد ايه؟ ار واحد وتشوز برضه سي اثنين بايه؟ واحد مايكرو فراد وتختار ار اثنين. هنا دي كلها سواء ب 10. يبقى بعد كده هتطلع واحد زائد ار واحد على ار اثنين بكذا وتعمل تشويس لار اثنين بواحد كيلو اوم ومنها تحدد ايه؟ ار واحد. معايا يا جماعه؟ انا متخيل انها سهله. معرفش يعني لو عندكم وجهه نظر ثانيه قولوا. أنا والله جايبها ومعتقد إنها سهلة. طيب ندخل في الشيت. أنا كنت اشتغلت أنا فاكر أنا كنت اشتغلت الجزء بتاع الديزاين بتاع الفلترز يا جماعة الداتا بوست فلترز والشيبشن وبعد كده قلت لك دوائر الفيديو فيرست أوردر كانت جميل وكنت واقف على مين؟ على السكند أوردر. ماشي هو الوقت يكفي بس ان احنا نشتغل مسائل على ايه؟ على الجزء اللي اخدناه. بدل من المره الجايه ان شاء الله اقوم بادئ ايه؟ السكند اوردر سيرفت. وعلى فكره هو في السكند اوردر هو جاي اشكال الترانزيت فانكشنز بتاعتنا مش جاي سيركتس سيكشن 17/3 بالتحديد 17/15 17/15 تمام؟ بيتكلم عن الديزاين بتاع الداتا بوس والتشيرش فلتر. قلت لكم يا جماعه اني الديزاين بتاع الداتا بوس والتشيرش فلتر كله قايم على انك تجيب ايه في الاخر؟ الكيو اف اس بكام؟ فعشان تعمل الحكايه دي محتاج تعرف شويه حاجات وتحدد الاوردر والبولز. لازم تحدد مين؟ الفلتر اوردر ومين؟ والبولز. هنسمي البولز دي كي. حيث الكي دي بيساوي 1 و2 لحد كام؟ لحد ان؟ صح؟ مش عدد البولز يا جماعه، اولا احنا سميناها ناشرال بولز هي نفسها الفلتر اوردر اللي هي ايه؟ عدد الاصفار بتاعت مين؟ المنقار. تمام؟ الكلام ده سواء في البطل روس فانكشن او مين او بطل روس فلتر او مين او تشيبش فلتر وكنا حاصرين كلامنا كله على اني نوع فلتر على روس فلتر قلت لك بعد كده هتعرف ازاي بتجيب منه الديزاين بتاع الانواع الثانيه بس ده هو نقطه البدايه بتاعتك فان هو بيقول حرف الدي ده لما تلاقيه في بدايه مساله معناها انها ديزاين
بيقول لك حدد الفلتر بتاعت الفلتر رودر ان بكام لباتا قرص فلتر. يعني كلامه هنا اول كام مساله على مين؟ باتا قرص فلتر. المواصفات بتاعته مديها بالمنظر ده. مدي الايه ماكسيمم بنص دي بي. والايه مينيمم اكبر من او يساوي 20 دي بي. بيقول لك السلكتيفيتي ريشيو اللي هي الاوميجا اس على اوميجا بي دي لازم تكون اكبر من 1.7. تمام؟ بيقول لك هنا حدد الاوردر ان. بعد كده بيقول لك هات الاكشوال فاليو بتاع المينيمم ستوب باند اتنيوشن انالايز. الاول الفلتر اوردر كنت بتجيبها ازاي؟ نقطة البداية بتاعتك في الديزاين بتاعك الشيبشيب او البوتر ووكس دايما هي شكل مين؟ المدرس بتاع التيو جيومتري. هنا في حالة الايه؟ البوتر ووكس كانت عبارة عن ايه؟ واحد على جذر واحد زائد ايبسلون سكوير في اوميجا على اوميجا بي اس كام؟ خلي بالك مش اثنين اس اثنين ان مظبوط؟ تمام؟ والايبسلون ده قلت لك بارامتر مربوط بمين؟ بالاي ماكسيم. تمام؟ عشان كده بيسموه باس باند ديفيشن بارامتر. تمام؟ لما بتيجي ترسمها المدرسة دي كانت بتبقى بالمنظر ده. تبقى في الباس باند ما هياش فلات 100% مش مستوى 100% فيها ايه؟ هبوط شويه كده بس هبوط بسيط. بعد كده تدخل في مين؟ في الترانزيشن باند وبعدين مين؟ وبعدين مين؟ الستوب باند. كنا سمينا الكاركترستكس اللي من نوع الباتا رومس ايه لو تفتكر قلت لك اسمها ماكسيمالي فلات ريسبونس في الباس باند. يعني معناها ان الريسبونس هنا ايه؟ ثابت قوي او ثابت لدرجه عاليه. تمام؟ قلت لك ده بنعبر عنه ان لما تيجي تفاضل مودرس في دي 2 ان ناقص 1 مره بتعوض عند الاوميجا بزيرو يطلع لك التفاضل بزيرو. معناها ان الحته دي مستويه جدا فبين المماس عندها كانه ايه؟ كانه افقي. تمام؟ فيبقى تفاضله كام؟ او التفاضل الداله هنا كام؟ زيرو. ميل المماس هو الايه؟ الميل هو نفس التفاضل الداله فيبقى زيرو. طيب هو مش مدي لك اوميجا بي واوميجا اس، لكن مدي لك النسبه ما بينهم بكام؟ 1.7. الايه ماكسيمم زي ما انت عارف بتبقى الحته دي. تمام؟ والايه مينيمم بتبقى الايه؟ الجزء ده لحد مين؟ الاوميجا اس. تمام؟ والبند ده كنا سميناه ايه وانت؟ ترانزيشن باند. ماشي جميل. طيب الاوردر بتاعت الان بقى هنجيبها ازاي؟ قلت لك معلومه في البطل رورس او التشيرشف الاوردر دايما بتحددها من بهيك الايه مينيمم. المينيمم اتنيوشن اللي انت عايزه في مين؟ في الستوب باند. فهتعمل ايه؟ هتضطر تقوم معوض عن الاوميجا بكام بقى؟ بأوميجا اس. ما هي دي بدايه مين؟ دي بدايه دخولك في الستوب باند اللي هي عندها المينيمم اتنيوشن. طب لو انت اشتغلت على اوميجا اعلى منها الاتنيوشن هي ايه؟ هيزيد. هيزيد عن المينيمم عشان كده سمينا ده ايه؟ ايه مينيمم. يعني ده المينيمم اتنيوشن في ايه؟ في انهي باند يا جماعه؟ في الستوب باند. فنعمل ايه؟ قبل ما تعوض عن المعدل عن القيمه ده ايه؟ خلي بالك دي بتثبت. انما دي ايه؟ ابسولوت فاليو. كنت قلت لك ان الايه اوميجا اسمها اتنيوشن فانكشن اللي هي عباره عن ايه؟ ناقص 20 لوج مضرب كيلو جيومتر. يعني ناقص 20 لوج المقدار ده اهو هتكتبه زي ما هو كله كده. تمام؟ طيب الايه دي هتحطها بكام بقى؟ 20 بس ماشي الكلام. طب لو حبيت احط هنا متباينه احط اكبر منه ولا اصغر منه؟ اصغر منه. ليه اصغر منه؟ لان الاتنشن المفروض ده يطلع ايه؟ اكبر من ايه؟ من القيمه دي. مظبوط؟ طيب زي ما انت عارف القيمه دي طالما تحت الجذر ممكن تتحط فوق بايه؟ بص ناقص نص والناقص نص ده يتضرب هنا. يعني كاني بقول ايه؟ 10 لوج في واحد خلاص الجذر اتشال. هتحط هنا الاوميجا بايه بقى؟ اوميجا اس اللي هي بدايه دخولك في مين؟ في الستوب باند. دول كل قيمه مش عندك صحيح بس انت عندك الريشيو بكام؟ 1.7 كله اس 2 ان. المعادله دي او المتباينه دي تقدر تحلها بس بشرط انك تجيب مين؟
الابسلون، الابسلون ده كنت قلت لك اسمه باس باند ديفيشن بارامتر، يعني بارامتر مرتبط بايه؟ بالديفيشن اللي بيحصل هنا في مين؟ في الباس باند. بمعنى ايديالي المفروض ده كان يمشي ثابت كده وينزل فجاه، لكن حصل ايه براكتيكالي؟ حصل له ديفيشن عن الايه؟ الماكسيمم فاليو. فالديفيشن ده ريليتد للابسلون اللي هو برضه ريليتد لمين؟ اللي ماكسيمم. فهنجيب الابسلون دي منين؟ هتكون شغاله على نفس المتباينه او على نفس المعادله دي ماشي، بس هحط هنا ايه بقى؟ تونيك مين؟ الماكسيمم. يبقى تو فايند الابسلون هتقوم قايل ان الايه ماكسيمم بتساوي ناقص 20 لوج مودلس كي اوف جوميجا ده هيك، بس عند الاوميجا بكام بقى؟ عند حافه مين؟ الباس باند اللي هي ايه؟ اوميجا بي. تمام؟ لو اوقع عن اوميجا، اوميجا بي زي ما قلت لك في المحاضره ده تدفع ايه؟ واحد ايا كانت الفلتر برضه 1.60 ان بواحد، هيبقى لك بقى تحت ايه؟ واحد زائد ابسلون سكوير. وزي ما عملنا من شويه طالما في جذر يعني معناها اس ناقص نص، هيجي هنا مع الايه؟ مع ناقص 20 لوج اللي موجوده، هيطلع لك المعدل ده ايه؟ 10 لوج 1 زائد ابسلون سكوير. اللي منها كنا طلعنا معادله ثانيه، ابسلون بيساوي جذر التربيع ال 10 اس ايه ماكسيمم على ايه؟ على 10. على 10 دي موجوده في الاس، ناقص كام؟ ناقص 1. الايه ماكسيمم هنا بقى تعوض عنها بالديسبي العادي. فتقوم مطلع الابسلون هتساوي جذر التربيع ال 10 اس نص على 10، يعني معناها ايه؟ 5% ناقص 1. هتطلعها بكذا، هتطلع لك قيمه اصغر من 1 ايه؟ طبعاً تقوم معوض بيها هنا. تمام؟ في المتباينه دي. تمام؟ اللي تخلي بالك منه هنا هو خلي بالك ده من اساس 10 طبعا. ممكن تختصر فيه مع دي بقى لك ايه هنا؟ 2. تمام؟ وبعد كده هو بعد ما جبت الابسلون خلاص تقوم قايل ايه بقى؟ 10 اس 2 هتبقى اقل من صح؟ او يساوي مظبوط؟ كام بقى؟ 1 زائد ابسلون سكوير اللي انت جبتها 1.7 اس 2 يعني صح؟ دي انت جبتها اوريدي خلاص بقت عندك. هتطلع الابن ازاي؟ طبعا هتقوم مودي دي الناحيه الثانيه 10 اس 2 وتطرح منها 1 يعني 99 اقل من او يساوي ابسلون سكوير في 1.7 اس 2 ان، ودي دي الناحيه الثانيه برضه على ابسلون سكوير. هتطلع الابن ازاي بقى؟ تاخد لين او لوج الطرفين ايا كان، لو انت اخدت لين الطرفين هيبقى لين 99 على ابسلون سكوير اقل من او يساوي لين المقدار ده. اللي هو تقدر تقول عباره عن مين؟ 2 لين ايه؟ ومنها تقوم مطلع ان هتطلع في الاخر اكبر من او يساوي كذا، لازم تطلع اكبر من مش اقل من. معايا؟ ها؟ لو طلعت اكبر من او يساوي 3.1 قلت لك، بتقدرها كام؟ 4. قلت لك مش بتقرب، بتختار أول عدد صحيح إيه؟ بعد الإيه؟ رقم الإقطاع. حبيت تحط هنا يساوي ده المتباين عادي مفيش مشكلة. ولما يطلع لك إن يساوي 3.2 مثلا هتختارها بإيه؟ بالأربعة. تمام كده؟ طب لو سألت قبل ما أسأل، هل الكلام ده مفهوم ولا في مشكلة في حاجة؟ مشكلة في حاجة يا جماعة؟ مش مشكلة؟ لو جيت سألتك هنا إيه المعادلة اللي أنت تفتكر لازم تحفظها في الموضوع ده؟ والباقي كله استنتج منها. الإبسلون دي يعني لو في معادلة لو قلت لك اختار معادلة واحدة بس احفظها والباقي تستنتجه منها هي مين؟ هي اللي فوق دي صح كده؟ ما اللي باقي كله جاي منها ماشي؟ طيب ملحوظة، هل تقدر تجيب التي اوف اس منها؟ لا ما تقدرش لانك محتاج تحدد ايه؟ البولس كمان، والبولس دي كان لها توزيع على ايه؟ على الاس بلين كده على دايرة هنقولها دلوقتي تاني. تمام؟ يعني دي تقدر تجيبها ايه؟ تجيب منها ايه مينيمم؟ ايه ماكسيمم؟ الفلتر برضه كل ده جميل، لكن البولز ما نقدرش نجيبها من هنا. تمام كده؟ بس المعادله دي اساسيه فلازم تبقى ايه؟ عارفها كويس. طيب لسه المساله ما خلصتش، وبيقول لك بقى بعد ما حددت الفلتر برضه
ايه الاكشوال فاليو بتاع المينيمم ستوب باند اتنيويشن ريلايزد؟ يعني ايه الكلام ده؟ دلوقتي يا جماعه الان مثلا على سبيل المثال طلعت 9.1 هنا، فانت قمت قايل هتطبق ايه؟ ان الكام؟ 10. لو انا اخترتها ب 11 غلط او ب 12 غلط، مش غلط، بس هتبقى كده بتهدر او هتبقى بتكلف نفسك تكلفه زياده في الفلتر ومش محتاجها. يعني بان ب 10 كفايه تكفيك على المواصفات اللي هو مديها لك. لو اخترتها ان اعلى من كده انت مش محتاج الايه؟ الزياده دي، صحيح انت بتقربه اكثر بشكل الايه؟ الايديال، بس انت مش محتاج ده، خلاص انت حققت الايه منهم اللي انت عايزه. فهتقوم مختار اول عدد صحيح فوق مين؟ اللي انت مختاره. فمثلا لو الان طلعت ب 9.1 هتقوم قايل له تشوز الان الكام ب 10. الفكره بقى ان لما بيجي 9.1 دي اللي هي ما ينفعش تكون عدد صحيح وال 10، الفرق ده بيدي لك التنيوشن ازيد شويه. يعني ده اللي بيبقى بالمنظر ده بيبقى ايه؟ اعلى شويه كده. يعني بتيجي عند الاوميجا اس تبص تلاقي التنيوشن بقى الحته دي كلها بدل دي. هو مفيش فلتر اوردر 9.1 مثلا 9.2. انا بقول لك الرقم ده على سبيل المثال، انا ما حسبتهاش يعني، تمام؟ فانت بتختار ايه؟ الرقم الصحيح اللي بعده. فطالما انت اخترت رقم بعدي اول عدد صحيح يقابلك، يبقى لازم الاتنيوشن يكون ايه؟ اكبر شويه. هو بقى بيقول لك الاتنيوشن هيتحقق فعليا لو انت اشتغلت في ان بكام؟ ب 10. ايه رايك؟ نجيب الاتنيوشن ده منين؟ هتعوض خلال المعادله؟ المعادله دي، بس دي ابسولوت فاليو، والاتنيوشن زي ما اتفقنا ايه؟ ديسيبل، فهتكون قايل ايه؟ وبجي اوميجا اس، خلي بالك اس هو ناقص 20 لوج المضغط في وبجي اوميجا اس بره هتساوي ناقص 20 لوج المقدار ده. هتحط ان هنا بكام بقى؟ بال 10 بتاعت اللي هي نص 20. لازم هتلاقي الاتنيوشن ده ازيد شويه منين؟ اللي هو مديهولك اللي هو ال 20 نسبه. ليه؟ لان ال 20 ديسك اللي مديها لك دي كان على اعتبار ان الفلتر اوردر كام؟ مش 10 ده ايه؟ 9.1، فما فيش اوردر بالرقم ده. لما اخترع بالرقم ده هتطلع الاتنيوشن ايه بقى؟ ازيد سن. فهمت الموضوع ايه؟ معايا الكلام ده على اي فلتر يا جماعه، سواء بطل قرص او مين؟ او تشيبشن، تمام؟ طيب اخر مطلوب هنا بيقول لو كنت عايز الايه مينيمم تبقى بالظبط 20 ديسك بالظبط 20 ديسيبل. تو وات فاليو كان ايه ماكسيمم بي ريديوس؟ احنا اتفقنا خلاص الايه المينيمم دي هتبقى ايه؟ اكبر من ايه؟ من 20 ديسيبل. طب انا لو عايز 20 ديسيبل بالظبط الابسلون دي تقدر تقللها لحد قد ايه؟ لحد 10. لان ب 10 ها؟ نجيب الابسلون ماشي، بس الابسلون دي هتجيبها من هنا يعني؟ معادلة الابسلون ادي المعادلة اللي اتحسب منها الابسلون. ماشي. بعد ما تاخد ناقص 20 لوج وتعوض عند انهي فريكونسي؟ بالاوميجا اس برضه؟ لو عملت اللي انت بتقول عليه ده يبقى في الحاله ديت لان حطها مش بال 10 بقى، هيبقى ب 9.1. وبيقول لك الابسلون دي هتقدر تقللها بحيث تجيب مين؟ الاتنيوشن بالظبط كام؟ بالمقدار ده. فلو احنا مشينا على كلامك وعوضنا هنا في المعادله دي الايه والجي او الايه مينيمم
يحصلون على سكشن لوب واحد على جذر واحد زائد ايه؟ ابسلون سكوير. اعطينا خطة اوردر ده 2 في كام؟ ب 10. ماشي؟ دي هتحطها في كام بقى؟ ب 20 ديسيمتر. ودي ابسلون ايه؟ سكوير اللي اوميجا اس على اوميجا بي اللي هي ايه؟ مديها لك 1.7. تمام؟ الفكرة ببساطة خالص. الـA minimum دي يا جماعة اللي هي ب 20 كانت محسوبة قبل كده هي والإبسلون على اعتبار إن دي كام؟ 9.1. تمام؟ جيت أنت وأنت حاططها الرقم الأكبر بقى كام؟ 10. فعشان دي تفضل زي ما هي لازم الحاجة اللي أنا بضرب فيها تقل. صح؟ ما هي دي زادت. يبقى لازم اللي أنا بضرب فيها إيه؟ تقل. لأن دي إيه؟ هتثبت على إيه؟ على 20. فتقوم مطلع مين بقى؟ الإبسلون الجديدة من هنا أهو. اللي هي لازم تكون ايه؟ اقل من الايه؟ من اللي انت طلعتها قبل كده. واضح كده؟ طيب جبت الابسلون تقدر تجيب الايه ماكسيمم ازاي؟ لو قلناها ايه ماكسيمم بتساوي ايه؟ 10 لوج 1 زائد ابسلون سكوير تقوم تطلعها بالنسبه. معايا كده يا جماعه؟ فهمت التركه فين هنا؟ دي هتزيد حته يبقى لازم دي ايه؟ تقل شويه عشان يبقى ايه النتيجه في الاخر كام ثابته على ايه؟ على 20 دي. معايا؟ طيب المساله اللي بعدها 17 16 اثبت ان الفلتر بتاعت البطنوس فلتر الان دي ممكن تجيبها من المعادله دي. انت بتجيبها من الايه ماكسيموم ولا ايه مينيموم؟ الان دي الايه مينيموم. طيب ايه مينيموم؟ ناقص 20 لوج ابسلون على 20 لوج اوميجا اس على اوميجا بي. وعايزك تثبت ان الان ايه؟ العطا من المعادله ايه؟ طبعا المعادله دي لازم بشكل او باخر هتبقى جايه منين؟ من المعادله الاساسيه اللي انت بتجيب منها الاتنيويشن بناقص 20 لوج والكلام اللي انت عارفه. طيب هنبتدي منين؟ معادله زي دي او متباينه زي دي. نقطة البداية بتاعتك ايه برضو؟ هي المعادلة ايه؟ تقوم جايب منها ايه؟ المينيموم. جميل قوي. يبقى تقوم قايل له المينيموم السبب ناقص 20 لوج اللي هي على طول 10 لوج ايه؟ خلاص بعد ما ايه؟ عملنا التعويض اللي احنا عارفينه ده وهنحط الاوميجا في كام؟ الاوميجا اس كل ده بص كام؟ 2 ان. زي ما اتفقنا لو حبينا هنا نحط متباينة هتبقى كام؟ اقل من او يساوي لان الانتونيشن بيطلع ايه؟ يا دوبك ده او اكتر. تمام؟ لكن مش هيقل عنه. هل من المتباينه دي تقدر تطلع الان؟ اه تقدر تطلع بس هو بيدي لك هنت او ارشاد كده بيقول لك وانت بتعوض في المعادله دي الواحد ده هتبقى قيمته ايه؟ صغيره. ليه؟ لان دي قيمتها اكبر من واحد وهتترفع على اوردر 5 10 ايا كان بقى هترفع في ايه؟ في 2 في 5 و2 في 10 فتبقى كبيره قوي. فتقدر تهمل واحد ايه بالنسبه لك. طب لو انت عملت الحكايه ده ايه وقمت ايه اهملت الواحد ده تبقى دي عباره عن ايه بقى؟ تبقى ايه منهم؟ اقل من او يساوي 10 لوج. خلي بالك لوج بقى عباره عن ايه؟ حاجتين مضروبين في بعض. فهم قايلين 10 في لوج الاولاني كام؟ ابسلون سكوير. لوج حسب الضرب هيفك الايه؟ الجمع يبقى لوج اوميجا اس على اوميجا بي اس 2 ام. يعني ايه منهم؟ اقل من او يساوي 10. دي هتبقى كام بقى؟ 2 لوج ابسلون. جميل. زائد 2 ان بتيجي هنا. صح؟ لوج كام؟
اوميجا اس على اوميجا بي، صح كده؟ لو انت وصلت للستيج دي اللي بقى بعد كده الامر سهل، هتقوم عامل ايه؟ ال 2 في 10 دي هتبقى كام؟ 20 لوج ابسلون، هتبص تلاقيها طلعت فعلا من دي، وهيبقى لك هنا ايه؟ 2 ان، ماشي؟ اللي انت بعد كده هتجيب منها ايه؟ اللوج، يعني هتفهم ايه مينيموم؟ اقل منها ويساوي، ممكن نقول جايبين دي على طول ماينس 20 لوج ابسلون، اقل منها ويساوي 2 ان لوج اوميجا اس على اوميجا بي. ومن هنا هو قايلين ان ال هتبقى ايه بقى؟ اكبر منها ويساوي، وادي الاثنين واللوج دي الناحيه الثانيه، بس في هنا حاجه انا نسيتها، 2 في 10 دي 20، تمام؟ 20 ان لوج، مظبوط؟ فهتبقى دي ايه؟ اكبر منها ويساوي ايه المينيموم؟ ناقص 20 لوج ابسلون على كام بقى؟ على 20 لوج كام؟ اوميجا اس على اوميجا. سهلة بتهيألي. بس تبتدي المعادلة دي وتجيب الماس عشان اللوج بتاعها وهتهمل ايه؟ الواحد، هو نفسه حتى قال لك اهمل الواحد كده. طيب دي معادلة انت ما بتحفظهاش، هو بيقول لك يعني انها ممكن تيجي منين؟ من المتباينة الأصلية. في 17 بيقول لك احسب الاتنيوشن اللي انت هتقدر تحصل عليه عند فريكونسي 1.8 تايمز ال 3 دي بي فريكونسي بتاع سيفنس روضه ونقطه وسط دلتا. تاني هي جمله مجازه بس فيها معلومات كتير، بيقول لك احسب الاتنيوشن اللي ده هيبقى 10 ديسكوت عند 1.8 ايه؟ من اوميجا. الاوميجا دي هي ايه بقى؟ تايمز 1.8 مره من ال 3 دي بي فريكونسي من سيفنس اوردر بطل هورس تلتر. هو كلامه كله على مين؟ على البطل هورس لسه ما غيروش. والان كان سيفنس اوردر ان ب 7. لكن هو بيقول لك 3 دي بي فريكونسي، 3 دي بي دي بتعبر عن ايه؟ 3 دي بي دي اوميجا؟ مش اوميجا بقى. ال 3 دي بي دي ما تبقاش اوميجا. التنوشن بس التنوشن هو بقى ايه ماكسيموم ولا ايه مينيموم؟ ايه ماكسيموم؟ ماشي؟ يعني يقصد ان هو ايه؟ ان 1.8 من اوميجا بي، ماشي؟ اللي عندها ايه؟ ماكسيموم بكام؟ 3 ديسكت. مبدئيا انا قلت لك معلومه، الايه ماكسيموم دايما بيبقى اقل من الايه مينيموم، ده ممكن يكون نص، واحد، اثنين، والشائع التعريف الشائع اللي قلت لك هو ايه؟ 3 ديسكت، انك تجيب الماكسيمم فاليو وتطلع ايه؟ 3 ديسكت. اللي بناء عليه كنت قلت لك حاجه اسمها 3 دي بي باندوز، ماشي؟ انما الامانه مطبخ. حاجه ثانيه ممكن تدل لك على ان ده يوصل فيه الايه ماكسيمم، ان هو بيقول لك انت شغال على اوميجا 1.8 مره منها. يعني معناها ايه؟ انك لما تعدي الاوميجا بي دي الاتنيوشن المفروض هي ايه؟ هيزيد. هو بقى عايزك تشوف لو انت عديت الاوميجا بي دي خليتها 1.8 اوميجا بي، الاكتنيوشن اللي هتحصل عليها هيبقى قد ايه؟ الاكتنيوشن اللي هتحصل عليه ساعتها ما نقدرش نسميه ايه مينيمم، لان هو ما قالكش انك ساعتها هتبقى واقف عند مين؟ الاوميجا اس، هتبقى واقف عند فريكونسي ما كده اهو. ادي الماجنيتيود كاركترستكس اهي متوسطين الجوميجا بالمنظر ده. دي الاوميجا بي اللي احنا ما نعرفهاش، ودي الايه؟ اللي الماكسيموم دي بكام؟ 3 ديسم. خلي بالك اوعى تقوم قايل لي دي ب 3 ديسم، اوعى تعمل كده. دي مش ب 3 ديسم، 3 ديسم الايه؟ هو الفرق، مش قيمه كل واحده، خلي بالك. ماشي؟ طيب تقوم عامل كده السهمين دول يبقى دي 3 ديسم. طيب عند 1.8 اوميجا بي بقى الاتنيوشن ده هيبقى كام؟ الاتنيوشن برضه مش ايه؟ مش القيمه ده ايه؟ لا ده هيبقى عباره عن مين؟ الفرق ده هنسميه ايه؟ لا احنا ما نعرفوش بالكامل. طبعا الكلام ده كله على اعتبار ان دي ايه؟ باللي ايه؟ بالنسبه. ايه رايك؟ نجيب الاتنيوشن ازاي؟ مبدئيا الاتنيوشن بيجي من دي ازاي؟ من المعادله بتاعت الباص دي. بان احنا نعمل ايه؟ اللي هو الفهم ايه يعني؟ نقول له الاتنيوشن بيساوي ايه؟
ناقص 20 لوج ماشي هيبقى ايه؟ هيساوي ناقص 20 لوج. اوعى تكتبها ايه مينيمم اهو ما اسمهاش ايه مينيمم. تبقى ايه مينيمم امتى؟ لما دي تساوي كام؟ اوميجا اس. هو ما قالكش ان اوميجا اس واحد على جذر واحد زائد ايبسلون سكوير اوميجا اللي هو بيتكلم عنها قد الاوميجا بي كام مره؟ 1.8 هم حاطين بيه 1.8 والفلتر اوردر 7 يبقى دي 2 اس ايه؟ او ايه اس كام؟ 14 صح كده؟ طيب كده انا عندي مشكله ان انا اجيب مين؟ الابسلون. انا عندي الايه ماكسيموم فاليو بالفعل الثلاثه ديسمال او ما يلو الابسلون تيجي منها بالمنظر ده المعادله اللي انت عارفها. لو انت مش حافظ فيه تقدر تستنتجها بالصوره برضه منين؟ من انك تجيب الايه ماكسيموم الاول والكلام ده. واضحه؟ طيب خلي بالك من حاجه، وارد انك تغلط في رقم بس لازم يبقى فيه سنس. يعني مثلا الايه اللي هيطلع ده ما ينفعش تطلعه 2 ديسيبل مثلا. تعرف ليه؟ لانك لازم تكون ايه؟ طالما دخلت في الترانزيشن والاسلوب ده يبقى الاتنيشن لازم هيزيد عن 3. نفترض انك غلطت وطلعت معاك 2 ديسيبل ومفيش وقت تصنع، سيبها فاضيه ما تكتبش الرقم. ومش بهزر، سيبها فاضيه لان لو لمحت الرقم مش هيبقى في مصلحتك. شجعني بكلمك بجد، سيبها فاضيه ممكن ما انقصكش اصلا. لو كان الموضوع واقف على تعويض رقم ممكن ما انقصكش، لكن لو كتبت رقم بيقول انك مش فاهم هنا في كلام تاني. طيب اللي بعدها سبعتاشر تمنتاشر دي مباشره بيقول لك هات الناشرال مودس. ناشرال مودس دي اللي هي ايه؟ البولس بتاع الداتا بورس فلتر having a نص دي بي اوف كذا اند ايه كذا. طيب نكتبها تحت كده او هنا اهو. هات البولس اللي هي ايه؟ البي اي بتساوي كام؟ بباتا روس فلتر. وبيقول ان هو ان له نص دي بي باندويتس ب 10 اس 3 راديانس بير سكند. ها لما يقول لك له نص دي بي باندويتس ب 10 اس 3 راديانس بير سكند، الجمله دي فيها كام معلومه؟ معلومتين. ها نص دي بي دي اللي هي ايه؟ اللي ايه ناقصه؟ والباند ويدث اللي هو مين؟ الاوميجا بي 10 اس 3 راديانس بير سكند. نجيب لك الفلتر اوردر ان بكام؟ ب5. ماشي؟ ما هو الحته دي يا جماعه اسمها ايه؟ اسمها باند ويدث. الباند ويدث مش بالضروره يكون متعرف على الباند راس والباند ستوب بس، لا ممكن يتعرف على ايه؟ على الباند وصله من الزيرو لمين؟ الاوميجا بي. ماشي؟ ايه رايك نجيب البولس ازاي؟ ليه تعويض مباشر؟ كنت قلت لك في خاصيه من خواصم البولس بتاعك الداتا بورس فلتر ان انت عندك هنا اس ام ايه. دي بقى البولس متوزعه على ايه؟ على ما ايه؟ على محيط دايره. الدايره دي نصف قطرها كام بقى؟ اوميجا بي مش اوميجا نون. واحد على ابسلون اس واحد على ام. ودايما البولس بتبقى واقعه فين؟ النص الايه؟ الشمال. طيب لو كان عدد البولس قلت لك زوجي يبقى لازم يكون فوق قد اللي تحت، يعني لو اربعه يبقى اثنين فوق واثنين تحت. امتى يبقى في بولد هنا؟ لما يبقوا عددهم ايه؟ فردي خمسه سبعه تسعه ايا كان. اول بولس او اول زوج من البولس بيعمل زاويه هنا مقدارها كام لو تفتكر؟ كان باي على 2 ان، انما اللي بعديه بيعمل زاويه كام؟ باي على ان. ماشي؟ وزيهم تحت طبعا. الان مديها لك خلاص يبقى تقدر تجيب مين الزاويه دي مفيش مشكله. والاوميجا دي مديها لك والان ماشي. الابسلون هتجيبها منين؟ زي ما اتفقنا اللي هي ماكسيما موجوده تطلع منها مين؟ الابسلون. معايا؟ الابسلون دي بالديسبل يا جماعه ولا ايه؟ يعني وحدتها ايه؟ دايمنشن بس صح؟ ما هي دي مالهاش يونت ودي كمان مالهاش يونت يبقى لازم الابسلون ايه؟ ما بلاش يونت، ما هياش بديسبل، ده ابسوليوت يعني. طيب خلاص يبقى انت كده جبت نص الفوت وجبت الزوايا دي تقدر تطلع مين؟ ها؟ تقدر تحدد البولس. مثلا لو قلنا ان الزاوية دي 30 درجة أو مش 30 لا هي الـ M كان بخمسة يبقى أنت كده هو باي على 2 N يعني باي على 10 صح؟
يعني الزاوية دي هتبقى كام؟ 110 اللي هي 18 درجة يعني. ماشي. ادي هنا اهو. وفي زيه تحت. بعد كده تكون ماشي زاوية باي على ان، اللي هي باي على 5، اللي هي كام؟ ضعف ال 18 يعني، تبقى كام؟ 36 درجة اهي. تقوم محدد مين؟ الاكس الثاني ومين؟ زميله اللي تحت. وهنا ده هيبقى نفس ايه البعد بتاع الايه اللي انت عارفه ده هنا جميل، اللي هو نفس البعد بتاع الايه المستوى، ماشي، اللي هو بالناقص 7 يبقى كنت بالناقص يعني، بس هو انا عشان كان نصف قطر كان كاتبه بالموجب، انما هنا ايه بالناقص. طب يقول ده اكتبه ازاي بقى؟ فيرست او ريال بارت او ايماجينري بارت. لما يكون عندك الطول ده اللي هو نفس الطول ده، ماشي، وعندك الزاويه، هتقوم جايب الريال بارت والايماجينري بارت ازاي؟ هتكون جايب مثلث القائم الزاويه ده اللي زاويته كام؟ 18 درجه. وده مثلا هنعتبره ايه؟ الحته دي هنعتبرها ار نسبه للراديوس يعني. انا عايز اطلع مين هنا؟ اكس واي خلاص هتبقى معروفه، الاكس دي هتساوي ار ايه؟ ساين ايه؟ 30 18 والواي ار ايه؟ كوزاين 18. وبعد كده هتقوم قايل له ان الجول الاولاني ده اللي هو اللي فوق ده هيبقى عباره عن ايه بقى؟ ناقص اكس ناقص 2 اللي هتطلع عليه. ماشي؟ زائد جي هو زميله اللي تحت هيبقى ناقص اكس ايه؟ ناقص جي واحد. وده قلنا دي ار كانها ناقص ريجنس، يبقى كده اللي فيه 3 ده ناقص ار خلاص، دي بيور ريال، ده الوحيد فيهم اللي بيور ريال. طيب البي ده هي بقى هنسميها بي 4 واللي تحت بي 5. بي 4 هتعمل نفس الكلام ده اهو، بس الزاويه هتاخدها على ايه بقى؟ مش 18 ولا 36، هتاخدها مجموعه اللي هي 54. ماشي؟ وتقوم مطلع مين؟ الاكس وواي جي. معايا كده يا جماعه؟ بيتهيألي سهله. طيب مسألة 17 19 أنت تقدر تشتغلها لوحدك يا ديزاين، لأن هو بيقول لك اعمل ديزاين دلوقتي الرؤوس فلتر. لو قال لك اعمل ديزاين معناها هات الأوردر والناشورال مودز ومنها تقوم مطلع مين؟ ها؟ ها؟ إيه التارجت بتاعك في الآخر؟ التي أوف إس دي مش الترانسفير فانكشن، خلي بالك دي كنا مسميها فلتر ترانزميشن او الماجنيتيود بتاع السيدي ستيت ترانسفير فانكشن، انما لما اقول لك ترانسفير فانكشن يبقى اقصد مين؟ تي اوف اس. ماشي؟ لو تفتكر التي اوف اس دي كانت بتطلع ايه؟ كانت كور هول فلتر، وكان كل الايه؟ الزيروس عند الايه؟ الملم. طيب فكروني كده التي اوف اس كانت معادلتها عامله ازاي هنا؟ كان في ترم في الفصل ناقص بي 1 ناقص بي 2 لحد ناقص ايه اخر بي فرقه. البص كان فيه ترم، كان فيه ايه صح وايه تاني؟ فكروني ما تعملوش على السطره اصلا عشان بس اروح للصفحه بتاعت الايكويشن هاخد وقت، فلو حد بس معاه موبايل يقول لي الترم ده اللي مكتوب كان فيه وكان فيه اوميجا نوت او اوميجا بي حاجه كده، بس فكروني يعني.
يا جماعه الموضوع صعب قوي كده ليه؟ كانت سيكشن 17-3 يا جماعه. خلصت البروجكت انا بقى من عندي خلاص. ايه؟ اوميجا نوت والسيان. والكي ده يا جماعه كونستنت بيساوي الدي سي جين بتاع مين؟ الفلتر. تمام؟ كده كونستنت بيساوي الايه؟ الدي سي جين بتاع الفلتر. طيب هنا هو مدي لك المواصفات كلها. الاي مينيمم والاي ماكسيمم والاف اس والاف بي والاف جي اللي انت هتضربهم في 2 باي وتجيب ايه؟ اوميجا اس واوميجا بي. هات لي الان والناشونال مودس والكي اوف اس دي كلها سهله على التعويض مباشر. بعد كده بيقول لك ايه الاتنيوشن اللي هيحصل عند 30 كيلو هرتز. بعد ما تجيب الكي اوف اس دي خلاص انت عملت الديزاين بتاع الكي اوف اس. عشان تجيب الاتنيوشن هتقوم عامل ايه؟ بدل ما تقوم شايل الاس هنا وتحط جي اوميجا وتجيب الماجنتيود والمايس عشان لوك ممكن تقوم رايح للايكويشن دي. تقوم واخد مايس عشان لوك ده وتقوم معوض الاس اللي هتقدر تجيبها من الماكسيموم زي ما اتفقنا والاوميجا اس والاوميجا بي مديهم لك وتقوم جايب ايه؟ الاتنوش او حتى من غير ما تحط اوميجا اس تحطها بالاوميجا اللي هو مديها لك بايه؟ اللي هي 2 باي في ايه؟ في 30 كيلو هرتز وتقوم مطلع الاتنوش اللي عايزه المناظر لايه؟ الفريكونسي. تمام؟ طيب يعني دي تعويض مباشر ما فيهاش حاجه. رقم 20 رقم 20 عن الشبش الفلتر. الشبش الفلتر يا جماعه كان في ريبلز في الايه؟ في الباس باند وبعدين بعد كده المونوتونيكال ديكريزنج في الترانزيشن باند والستوب باند. يعني كان بيبقى حاجه عامله ايه؟ حاجه كده اهو. نبتدي وننزل ولا نبتدي ونطلع؟ على حسب الان. لو الان دي عدد ايه؟ زوجي هتبتدي وتطلع. لو عدد فردي هتبتدي وتنزل. وعدد المينيمم والماكسيمم في الباس باند بتاع الريبلز دي بيساوي الفلتر برضه. هو بقى في المساله بيقول لك ارسم الماجنتيود كاركترستكس اللي تشوفش الفلتر مره الان في 6 مره الان في كام؟ في 7. فلو ان في 6 هتقوم عامل ازاي؟ هتقوم بادئ من هنا تقوم طالع وبعدين تنزل اهو. 1 2 3 4 5 6 وبعدين ايه؟ 6 هنا وبعدين تقوم ايه؟ نازل بعد كده لمين؟ للترانزيشن والستوب هنا. مفيش ريفرس هنا. عدوهم 1 2 3 4 5 6 دي عدد المينيمم والماكسيمم للايه؟ الفلتر ده اللي هو الان كان ب 6. لو ان ب 7 كانت هتبقى بالمنظر ده. هتبتدي من فوق وايه؟ وتنزل. ادي 1 2 3 4 5 6 ولسه كمان ايه؟ 1 وبعد كده تنزل. السبعه دي ما بتتحسبش، والثامنه دي ما بتتحسبش قلت لك، اللي هي اللي عندها دوم جميل. ماشي؟ بس هو مش كل اكتر من كده. مجرد ايه؟ بلوك كده توضح له فيه ايه؟ عدد المينيمم والماكسيمم ويشوف كمان مين؟ هل انت بادئ من الماكسيمم ولا بادئ من المينيمم؟ طيب يقول لك بعد كده في 21 احنا 21 دي بيقارن ما بين البتر وورس والشبش الفلتر. كان في معلومه مهمه جدا قلت لك عليها في المقارنه ما بين الاثنين، افتكرها. كان في حاجه مميزه في البتر وورس وحاجه مميزه في مين؟ في الشبش الفلتر. ايه ده؟ ايه مميز هنا وايه مميز هنا؟ البتر وورس بيبقى ماكسيمال فلات ماكسيمال فلات في الباس باند. في حين ان في الزميلو في الشبشب كان ايه اللي بقى فيه ريمكس. لكن الشبشب بيبقى شرط اكتر في بص عشان تفتكرها البتر ورس فلات اكتر
فلات اكتر ما تنتظرش منه ان هو ينزل ايه على طول كده، لا هي ايه هياخد وقت شويه على بال ما ينزل. فعشان تجيب منه ايه مينيمم معينه هتحتاج فلتر اوردر ايه عاليه شويه. يعني هو بينزل براحته في مين؟ في الترانزيشن ده مين؟ ده البطل رورس، لان هو ايه؟ كان ماكسيموم ريفلكت ايه؟ في الباس باند وما تنتظرش منه ينزل فلتر، لكن زميله الثاني تشيبشيب بيطلع وينزل فما فيش مشكله عنده ينزل ايه؟ شارب اكتر. يعني معناه عشان تحقق نفس الايه مينيمم في الاثنين هتحتاج اوردر اقل في مين؟ في التشيبشيب، تمام؟ ده الفرق ما بينهم. فهو في المساله دي بيقول لك ارسم على نفس الدايجرام الماجنيتود كاركترستكس بتاع البطل رورس وايه؟ وتشيبشيب فلتر. طب ايه مواصفاتهم؟ لو بس فلتر الاوردر بتاعته بخمسه، خلي بالك خمسه، و ليهم نفس الاوميجا بي ونفس الاي ماكسيموم هي هي. ايه رايك؟ ها؟ نسيبهم ازاي؟ نرسم الاول التشيبشيب ها الان الخمسه، يبقى نبتدي ازاي؟ من هنا من مصر، وبعدين ايه؟ ادي واحده اثنين ثلاثه اربعه خمسه، بعد كده نيجي بقى ننزل لمين؟ للترانزيشن والستوب بالانس. الاوميجا بي فين؟ خلي بالك هو بيقول لك الاثنين لهم نفس مين؟ الاوميجا بي، فلازم تحط الاوميجا بي، الاوميجا بي هتبقى فين؟ هنا. ودي ماكسيمم فين؟ هي دي. عندي كده اهم وطلعت على حاجه. ماشي؟ طيب لو احنا بقى حبينا نرسم مين؟ مش عارف الازرق ولا شغال ولا ايه؟ ماشي. مرة كده. حبينا نرسم البطل روس، ايه رأيك؟ هنبتدي ايه من هنا اهوت وهيبقى فلات وهيفضل مونوتونيكالي ايه يتنزل. هو بيقول لك الاثنين لهم نفس الايه 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 ماكسيموم والاوميجا بي، يعني لازم نمر بمين؟ بالنقطه دي. يعني انت عندك النقطه دي معاك والنقطه دي معاك، فيبقى عامل كده شرطه تانيه ماكسيموم ريفلكت فعلا. وبعدين هو نازل ايه؟ ما تنتظرش منه ينزل فجاه كده، هينزل ايه؟ براحته اهو، تمام كده؟ خلاص سهلة. هو بقى بيسألك بعد كده بيقول لك عند السكوب باند اي جي اللي هي اوميجا اس، انهي فلتر هيدي لك جريتر اتنيويشن؟ ده بقى سؤال للطالب العبقري ده. بيقول لك عند الاوميجا اس انهي فيهم يدي لك اتنيويشن اكبر من الثاني؟ الاوميجا اس دي الاتنيويشن بتاعها اسمه ايه؟ ايه مينيمم هناك؟ هيبقى انهي فيهم اكتر؟ تشوفش اهو، ايه رايك؟ اهو يعني عند الاوميجا اس لو فرضنا انها هنا هيبقى الاتنيوشن هنا هو ايه؟ ده بتاع التشنجب، انما هيبقى في الايه؟ في البطا بص في الحته دي بس. سهل برضه. ماشي؟ مسألة 17 22 هي سهلة لكن مشكلتها انها فيها حتة رياضة صغيرة. رياضة يعني ايه؟ رياضة ممكن ما تكونش شائعة بالنسبة لك يعني. أنت درست في إعدادي الهايبربوليك فانكشنز اللي هي الدوائر الزائدية شاينك وشاينك والكلام ده، ماشي؟ ودرست الانفيرس هايبربوليك اللي هي شاين ماينس 1 وشاين ماينس 1. طيب. ماشي؟ هو بس كنت أفضل.
يقول لك الاوميجا بي بتاعته او يقول لك نفس النقطه الاصلي الاوردر بتاعه 7 والاوميجا بي بتاعته 1 ريديانس بير سكند وده ماكسيمم ونص دي بي. بيقول لك استخدم الايكويشن 17 و 18. هو لو انا جبت لك السؤال ده اجيب لك الايكويشن او اقول لك المسمى بتاعها ايه يعني. بيقول لك استخدم الايكويشنز دي عشان تطلع تايم الاوميجا اللي عندها نودل اس تي بيساوي 1. يعني نودل اس تي بيساوي 1 عند اوميجا بكام؟ طبعا ال ان ب 7 لما تيجي تقسم ماجنتيود كاركترستكس هتبقى عامله ازاي؟ تبقى عامله كده بدل من ان هو توتال وتزيد وتقل من 3 او 1 6 7 لحد ما تقل. سؤال الواحد ده هيبقى هنا كابسولوت فاليو هيبقى هنا ولا هنا؟ دي ولا دي؟ لو بنتكلم كابسولوت فاليو ارجع للايه؟ للايكويشن بتاعتها الاساسيه. كنت قلت لك هنا المعادله دي بالتحديد لها تو ايكويشنز. لو انت شغال في الايه؟ في الباس باند لا معادله، ولو انت شغال في الاسطوب باند لا معادله. المودل اس بي هنا في الباس باند كان في واحد على جذر 1 زائد. زائد ايبسلون سكوير موجوده هنا. وعلى فكره الايبسلون نفسه معادله ايه؟ معادله كثافه وسط. لو انت كنت شغال يا جماعه في الباس باند هيبقى كوزاين سكوير جواها ان كوزاين على سكوير اوميجا على اوميجا بي. ده لما تكون اوميجا اقل من او سوى اوميجا بي. خلي بالك حاجه مهمه، لو انت جيت عوضت هنا عن الاوميجا اكبر من الاوميجا بي ما ينفعش، لان هتعرف كوزاين على سكوير رقم اكبر من واحد وده ما ينفعش. انت عندك الساين والكوزاين محصور ما بين رينج كام وكام؟ الساين والكوزاين لما تيجي تقسمهم هتلاقيهم ما بين ايه؟ ناقص واحد وواحد، ماشي؟ فدي ما ينفعش تحط فيها اوميجا اكبر من اوميجا دي خالص. الايكويشن دي هي بالظبط شبهها لو انت كنت شغال عند اوميجا اكبر من اوميجا دي، بس مع استبدال الكوزاين بايه؟ بكوشاين سكوير ودي كوشاين على ناقصين. اوميجا على اوميجا دي. دي اوميجا ايه؟ اكبر منها بس اوميجا دي. قلت لك الاثنين يدوا نفس القيمه عند اوميجا بكام؟ ايه المشتركه ما بينهم؟ ايه الاوميجا المشتركه ما بين الاثنين دول؟ اوميجا دي. لو انت حطيت اوميجا باوميجا دي هتطلع دي ايه؟ 1 زائد ابسلون سكوير ودي زيها بالظبط. واثبتها لك في المحاضره دي سهله يعني. طيب ايه رايك؟ مودل اس تي بيساوي 1 فين؟ ما ردتلوش على السؤال برضه، الواحد ده هيبقى في ابسولوت فاليو هنا ولا هنا؟ حط الاوميجا بزيرو الاول. الاوميجا لما تكون بزيرو كوزاين ناقص 1 صفر. كوزاين ناقص 1 صفر بواحد. لازم نطلع زاويه يا جماعه، زاويه مش رقم. يعني اقصد اقول هي هتساوي الصفر امتى؟ ارسم كوزاين اكس. لو ما كنتش عارف ترسم كوزاين اكس يعني ما ينفعش، يعني انت بتبتدي من كام؟ من 1 وبعدين تقل، صح كده؟ فهي هنا هتوصل لايه؟ لزيرو عند مين؟ ناقص باي على 2 وعند باي اسف على 2 وعند باي هتساوي كام؟ ناقص 1 وبعدين ايه؟ ماشي؟ وبعد كده دي هتبقى كام؟ هتكون هنا كام؟ الضربه كامله يبقى دي 2 باي، صح كده؟ طيب لو انت حطيت هنا اوميجا بصفر يبقى كوزاين ناقص 1 الصفر بكام؟ يا اما باي على 2 يا اما 3 باي على 2 5 باي على 2 وهكذا، او النيجاتيف سبتهم. طبعا بما ان احنا شغالين هنا هو في الارجومنت او المعامل بتاع الداله اوميجا، يبقى ما ينفعش الاوميجا دي تكون نيجاتيف، كله يكون ايه؟ بوستيف. طيب في الان وبعد كده ايه؟ كوزاين سكوير. الواحد دي هتبقى القيمه اللي هي الماكسيمم فاليو.
لما يكون الترم ده كوزاين سكوير ده بزيرو. خلي بالك. طب العكس بقى، لو الكوزاين وصلت لاكبر قيمه لها اللي هي واحد، هيبقى دي كام؟ واحد على ايه؟ جذر واحد زائد ابسون سكوير اللي هي في زيرو. اه مين اكبر من الثاني ده ولا ده؟ طب هي الواحد، فالواحد هيحصل لما يكون الكوزاين دي كلها بكام؟ بصفر. ماشي؟ لما توصل الكوزاين لاكبر قيمه لها واحد او ناقص واحد في الحالتين مش فارقه يعني، كوزاين سكوير ايه؟ هتبقى بواحد، يديني كام هنا؟ واحد على جذر واحد زائد ابسلون سكوير. هو ده بيقول لك هات قيمه اوميجا اللي عندها الماجنتيود واحد، وهات قيمه الاوميجا اللي عندها الماجنتيود بكام؟ واحد على جذر واحد زائد ابسلون سكوير. المفروض الاولانيه اوميجا اللي عندها الماجنتيود واحد، اطلع كام واحده؟ ادي واحد اثنين ثلاثه أربعة، صح كده؟ واللي عندها واحد على جذر واحد زائد ابسلون سكوير واحد اثنين ثلاثة، فاهم؟ ودي برضه معاك اللي هي إيه؟ الأوميجا دي يعني أربعة. ماشي؟ طب هكتبهم إزاي؟ بسيطة، هكون رايح لمين؟ للمعادلة، تكتب المعادلة إيه؟ طالما هو بيقول لك هات قيم الأوميجا اللي عندها في مضرب س واحد والثلاثة كله، يبقى أنت شغال في أنهي بند؟ اللي فوق ولا اللي تحت؟ اللي فوق اللي هو الباس باند، اللي تحت شامل اللي الترانزيشن ومين؟ والستوب باند مع بعض. ماشي؟ طب هنشتغل فوق، موضوع الاصليه تساوي واحد امتى بقى؟ لما الكوزاين سكوير دي كلها بكام؟ تحطها بكام؟ بصفر. يبقى وين كوزاين سكوير لان كوزاين ناقص 1 اوميجا على اوميجا بي اللي هو مديها لك المفروض 1 الى نفس المسكن، ده كله بيساوي كام؟ زيرو. معايا كده؟ حته ان في اكتر من فريكونسي اربعه بالتحديد عندهم القدره الصين واحد دي جايه منين؟ جايه من ان في اكتر من اكس عندها الكوزاين بتاعها بزيرو. زي ما هنشوف دلوقتي كوزاين تربيع بزيرو، يبقى الكوزاين نفسها بزيرو هي كمان، صح؟ يعني نقدر نقوم شايلين مين؟ التربيع ده. طيب يبقى اللي جوه ده اللي هو المفروض زاويه يطلع بيساوي كام؟ قلت لك من شويه يا اما بقى الاثنين يا اما ايه تقعد تزود باي. ماشي؟ طيب يبقى ده كوزاين ناقص 1 اوميجا على اوميجا بي هتساوي باي على الاثنين او 3 باي، باي على الاثنين او 5 باي على الاثنين او 7 باي على الاثنين، المفروض يطلع ايه؟ 4. نكتبها ازاي؟ ممكن تكتبها كده في 2 كي زائد 1 تحسب الكي بتساوي، لو حطينا الكي بزيرو يطلع باي على الاثنين كي بواحد 3 باي على الاثنين 2 و3، صح كده؟ ماشي؟ لو انت جربت، انا ما جربتش بالارقام، بس لو انت جربت الارقام اكتر من كده يا اما هيدي لك نفس اوميجا ثانيه يا اما هيدي لك اوميجا بالنيجاتيف. يعني يا اما يبتدي يقرر يا اما يدي لك اوميجا بالنيجاتيف، ولا دي تنفع ولا دي تنفع، المهم يطلعوا ايه؟ لاربعه. كل اللي عليك تعمله تقوم معوض هنا على ان بكام؟ بسبعه. والاوميجا دي 1 ديفرنس بير سكند، وتقوم مطلع مين بقى؟ يطلع لك ايه؟ الاوميجا بالايه؟ الاربع قيم. عندي احصاء بنسبه 70% على الاقل انكم لو عوضتوا فيها هتطلعوها غلط. طلعت انها سهله. هو مش احساس هو اكيد. طب ليه اكيد؟ ليه يعني؟ التركه يا جماعه اللي خلي بالك منها بس حاجه واحده بس، هي حته سهله قوي. الباي دي لما تكون جوه كوزاين تحطها بكام؟ لو كانت جوه كوزاين يعني كوزاين باي في حاجه يبقى بكام؟ 180. لو فرض وانت لقيتها كوزاين حاجه بتساوي باي او باي مضروب في عدد يعني بره الايه الساين والكوزاين والتاني، تبقى ايه؟ 3.14% اللي هي 22 احسن. بس دي التركه لكن معروفه يعني. طيب هتقوم عايز الكلام ده مره ثانيه بقى، بس بعد ايه؟ لما تجيب الماجنتيود واحد على جذر واحد على ابسلون سكوير، يعني هتاخد الكوزاين سكوير وتحطها بكام؟ بواحد. كوزاين سكوير وتحطها بواحد، ده معناه ان الكوزاين يا اما بواحد يا اما بناقص واحد، وتشوف شايف برضه الايه؟ الاربع قيم اللي هيطلعوا. طيب
بيقول لك حط القيم دي على البروت. بعد كده هو بيقول لك استخدم الكوشن 17 19 اللي هي دي عشان تجيب المودوس دي عند اوميجا بيساوي 2 ريديانس بير سكند، وحطها في ايه؟ على البروت برضه بتاعك. 2 ريديانس بير سكند دي يبقى انت عديت الاوميجا دي، لان الاوميجا دي 1 ريديانس. تمام؟ فطلع المودوس دي، المودوس دي هنا لازم يطلع ماجنتيود اقل من ايه؟ من القيمه دي كمان. ده تعود مباشر بعده ما فيهوش حاجه، بس في انهي ايكويشن؟ في الثانيه. تمام؟ اخر مطلوب بقى بيقول لك للقيم الكبيره بتاعت الاوميجا، الاوميجا كبيره قوي عند معدل قد ايه الترانسميشن ده هيقل؟ خلي بالك عند فيري لارج فور فيري لارج اوميجا. الترانسميشن ده decreases by what rate؟ خلي بالك من حاجه، الريت اللي هو بيقول لك عليه ده ديسبل لكل اوكتيف. يعني ايه؟ ديسبل دي يعني تاخد 20 لوج للمدرس دي. فده موضوع اوكتيف. اوكتيف ده معناها ان انت تتنقل من فريكونسي لضعفها. يعني واقف عند اوميجا يبقى تروح لمين؟ لاثنين اوميجا. 1 اوكتيف افتر يبقى تروح لاثنين اوميجا، 1 اوكتيف بيفور يبقى تروح لايه؟ لنص اوميجا. ماشي؟ طيب ممكن اقوم جايبها لك بطريقه ثانيه، اقوم قايل لك دي لكل دي كي. يعني كنت قلت لك قبل كده كلمه دي كي دي معناها ايه؟ فتره 10. يبقى لو انت قلت 1 دي كي اكتر يبقى من اوميجا لايه؟ ل 10 اوميجا، 1 دي كي بفور يبقى اوميجا ترجع لايه؟ لواحد من 10 اوميجا. معايا؟ ايه رايك؟ عشان نجيب الماجنتيود او المعدل اللي بيقل بين ايه؟ النقاط. هو ده لما تيجي تاخد له 20 لوج وتحول له ديسبل هتبص تلاقيه بيقرب بشكل خط مستقيم، خصوصا لما الاوميجا تي تزيد قوي. عشان الكلام اللي غلطته يعني يزيد ويدخل في مين؟ في الايه؟ في الاسلوب باند. يعني حتى كمان ايه؟ الترانزيشن باند. يعني ايه؟ وهو نازل في الترانزيشن باند اهو كان نازل ايه؟ سريع شويه، ممكن تلاقي في الاسلوب باند نازل ايه؟ معدل مختلف شويه. طب هنعمل ايه هنا؟ نقطه البدايه بتاعتك في حاجه زي دي، لو حبيت تجيب الميل بتاع الخط ده وفير لارج اوميجا، تبتدي من انهي معدل؟ اكيد ايه؟ اللي تحت عشان الاوميجا اكبر من ايه؟ الاوميجا بي، ده اكيد في الاسلوب باند. طب هتبتدي من هنا. جميل. الموضوع هنا بقى ايه؟ لما تيجي تحط هنا اوميجا كبيره قوي. الارجومنت او المعامل ده هيتغير ازاي؟ هنا بقى الموضوع الكوشاير ماينس 1. بصوا يا جماعه الكوشاير ماينس 1 لها صيغه بدرجه اللين. كوشاير ماينس 1 اكس تساوي لين افتح قوس اكس موجب او ناقص جذر اكس تربيع ناقص 1. لو انا كنت اسالك في سؤال زي ده في الامتحان انا هجيب لك المعادله دي، اقول لك ده ارشاد يعني تستخدم. ده لو فرض يعني. هنا اللي تحت الجذر هيطلع قيمه اقل من اكس اكيد. صح؟ فبالتالي هنا في ايه؟ كام قيمه؟ قيمتين والاثنين بوزيتيف على فكره، لانك لو قلت اكس ناقص برضه هيطلع ايه؟ اللي جوه ايه؟ بوزيتيف. لازم يكون اللي جوه بوزيتيف عشان هنا في لين، ما ينفعش تاخد لين لحاجه ايه؟ نيجاتيف زي ما اتفقنا. ماشي؟ لين زيرو بالمناسبه بكام؟ ده ناقص بقى النهايه. تمام ماشي. طيب هتقوم عامل ايه بقى؟ لما تكون الاكس، الاكس هنا طبعا اللي هي مين؟ اوميجا على اوميجا بي. صح؟ لما اقول لك اوميجا كبيره معناها اكس كبيره. طب لما تكون الاكس كبيره تقدر تكمل مين؟ الواحد بالنسبه لك. يبقى فور لارج اكس، فور اكس اكبر كثير من الواحد هيطلع لك كوشاين ناقص 1 اكس دي كام؟ بكام؟ اكس. ها؟ موجب او ناقص كام؟ اكس كمان. يعني ده تبقى نزل اكس تربيع. اكس ناقص اكس مش معانا، يبقى هنا هناخد مين؟ 2 اكس. يبقى كام؟ يبقى لين كام بقى؟ 2 اكس. حلو قوي. عايز تسيبها زي ما هي كده ماشي، عايز تفكها لين 2 زي 2 اكس، صح برضه. مش فارقه يعني.
الاكس دي اللي هي ايه؟ قلت اوميجا على اوميجا دي. انت بقى هتقوم عامل ايه بقى؟ هتقوم جايب الاكويشن دي وتقوم شايف الميل بتاعها. بس خلي بالك الميل هنا ايه؟ بالديسبل. يبقى لازم تاخد ايه الاول المعادله دي؟ 20 دولار. هتقوم واخد 20 دولار مخلص بي اوف جومي اللي هي هتطلع 10 دولار بعد ما هحط دي خصومات نص والكلام اللي انت عارفه ده، هيطلع زي الابسون سكوير. هسيبها زي ما هي كوساين سكوير، افتح قوس ان كوساين مع قوسين ايه؟ اوميجا على اوميجا دي. لما تحط اوميجا كبيره زي ما اتفقنا هتقوم شايل دي وحاطط بدالها مين بقى؟ لل 2 اوميجا على اوميجا دي. طب ايه رايك؟ نتصرف فيها ازاي دي؟ هو بص في حاجه بس قبل ما نكمل، هل الواحد ده اقدر اهمله؟ ولو اقدر اهمله اهمله ليه؟ هل الواحد ده يبقى صغير كتير بالنسبه للباقي فاقدر اهمله؟ مبدئيا الليل لو انت زودت الاوميجا قوي مش الليل هزيد ولا ايه؟ الليل لما تيجي ترسمها هتبقى عامله ازاي؟ عامله كده ان عامله كده صح لين واحد في صفر صح كده؟ لا لين اكس بزيرو بناقص فلانات صحيحه ولين اكس واحد في صفر صح مظبوط. وبعد كده هتفضل في ايه؟ يزيد على طول يعني مونوتونيكالي انكريزنج. فلو انت حطيت الاوميجا دي كبيره قوي يبقى اللين هزيد معاها. بس للاسف اللين ما هياش جنب الواحد، دي داخله جوه كمان مين؟ كوساين سكوير. طب تعالى نشوف الكوساين اكس. لو انت حطيت الاكس فيها كبيره قوي وقعدت تزودها الترم ده ماله؟ هيقعد يزيد براحته والترم ده ايه؟ هينقص لحد ما اقدر ايه؟ اهمله. صح كده؟ مظبوط؟ مظبوط؟ يبقى اقدر اقول لما تكون اكس زيرو لارج زيرو لارج اكس اقرب الكوساين لكام بقى؟ يوس اكس عن اتنين. خلاص بقى سهله كده. يبقى كل من الكوساين او اللين مونوتونيكال انكريزنج مع مين؟ مع الاكس اللي هي اوميجا هنا. فبالتالي اقدر اقوم هعمل مين؟ الواحد لما اطمن اقوم اعمله هنا. طيب لما اعمله الكوساين دي هقوم اعوض عنها تقريبا بكام قلت؟ بيوس اكس. ما تقلقش هتطلع سهله في الاخر لان الاي اس لين هيطلع لك الارجيومنت ده جاهز. يعني هيطلع بيساوي 10 لوت بي ابسلون سكوير بي. ممكن نفكها كده 10 لوت ابسلون سكوير زائد 10 لوت كوساين سكوير. الكوساين لوحدها كانت اي اس اكس على الاثنين. تربيع هتبقى كام؟ اي اس ايه؟ ضعف الايه؟ المقدار على الاربعه. طيب المقدار ده اللي هو 2 مش عارف ايه، مش عارف ايه، يبقى 2 ان لين 2 اوميجا على كام؟ على اوميجا دي كام؟ صح؟ ده ثابت. هقوم عامل ايه بقى؟ هقوم مخلي دي كده تيجي هنا اهو تتضرب في مين؟ ال 10 ماشي؟ هتبقى بالمنظر ده. ممكن تقوم فاكرها ال 10 لوج ربع، مفيش مشكلة. زائد الترم ده هيبقى كام بقى؟ 2 ان في لين اوميجا على اوميجا بي. كل ده لوج كام؟ اي. خلاص يبقى نكتبها لوج اي على 4 مره واحده خلاص، ومش لازم نحط الترم ده. نطلع الترمين دول مجموعين على بعض يعني. اللوج ايه على القطاع ده ثابت في الاول في الاخر، يعني ممكن تحطه هنا مضروب في ايه؟ قبل اللين يعني. معايا؟ طيب الميل بقى هتعمل في ايه؟ الميل يا جماعه لاي حاجه في الدنيا بتجيبه ازاي؟ بتقوم جاي هنا مثلا عند اوميجا، تقوم قايل انا واقف هنا عند اوميجا واحد. القيمه كانت كذا؟ اتسع. وان اوكتيف افطر يبقى هتروح لايه؟
لا لا اوكي مش هيك في ايه الضعف ده اثنين هم ده واحد هم شايف مين ال 20 دول جت دول شايف الفرق ده بيقسمه على مين عن الفرق ده يا جماعه هيطلع كام بقى هيطلع دي دي بير اوكتيف هو الفرق ده كده هيطلع دي دي بير اوكتيف طب بالمعادلات شايف المعادله دي حط فيها اوميجا اوميجا واحد تطلع موديل اصلي او 20 دول موديل اصلي عند اوميجا واحد بكام؟ ده ثابت مش هيفرق معايا يبقى 10 دول اكسر من سكوير يبقى جاست هتكتب دي بس هحط دي اوميجا واحد يبقى 2 ان لوج يا على 4 في لين اوميجا واحد على اوميجا دي هتقوم كاتب نفس المعادله دي بالظبط مره ثانيه بس بدال اوميجا واحد هحط كام بقى؟ 2 اوميجا واحد لما بطرحهم اطرح فوق وهنزل لتحت هتبص تلاقي الترمين دول ايه؟ رفع مع بعض هيطلع كده في السلوب اللي هو فرق الميل يعني عباره عن 2 ان دي 2 ان تتاخد عامل مشترك هي ودي صح؟ ما دي ناقص دي لين ناقص لين هيبقى لين ايه؟ لين واحده جميل قوي يبقى 2 ان لوج اي على 4 كل دي مضروبه في لين اوميجا واحد على اوميجا بي المفروض لما هتطرح من دي هتتقلب هيبقى ناقص دي هتتقلب هتطلع اوميجا بي على كام؟ هتختصر هتطلع في الاخر لين كام بقى؟ نص هيطلع الميل بين نيجاتيف لان لين نص ايه؟ سالب يطلع كذا ناقص كذا ها؟ وتقوم كاتب ايه بقى يا جماعه؟ بي بي دلو شفت سهله ازاي؟ على فكره سهله هي طويلة بس لكن سهل معايا المسألة 23 و24 يا جماعة تعود مباشر في القوانين بتاعت الديزاين بتاعت الشبشب والبطل والرز يعني ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش مشاكل يعني. المشكله دي بس؟ المشكله دي بس؟ لا دي ليبر اوكتيف ليه؟ لان الفرق ده انا جايبه لما ايه؟ زودت الاوميجا واحد بايه؟ الاوميجا واحد فيبقى دي بي لكل اوكتيف ماشي؟ هو انت جايبها مع لو انت بتشتغل ابسولوت فاليو موضوع اصلي من غير 20 دولار كنت عشان تجيب الميل كنت هتقوم قايل ايه؟ دلتا تي على دلتا اوميجا ماشي لكن انا اهوت انت طالما حسبت الاوميجا دي اوميجا واحد قلت اوميجا واحد وطرحت يبقى ايه؟ يبقى ايه؟ يبقى توبتيف انكلود الضرب معاك طيب خلاص احنا هنبقى واقفين في السكشن اهوت على الجزء بتاع الديزاين بتاع مين؟ الفيرست اوردر فيلمر